ايه الهبل والتخلف اللي انت عملتيه امبارح ده؟ هبل ايه ده؟ انا صيدتك. انت ما شفتش الناس كلها بتبص لك ازاي؟ ما ينفعش اللي حصل ده، ما ينفعش انه يحصل اصلا. ما فكرتيش الناس ممكن يقولوا عليكي ايه وهم شايفينك عماله تدلعي على راجل ومراته قاعده جنبه؟ ما فكرتيش ممكن يشوفوكي ازاي؟ وبعدين انت اصلا مش محتاجه انك تعملي كل ده، لانك انت واثقه ومتاكده ان الواحد ده بيحبك وما بيطيقش مراته. انت ليه محسسني انك انت مش واثقه في نفسك؟ لا انا واثقه في نفسي كويس قوي، بس عايز اثق في الراجل اللي بحبه واللي المفروض انه بيحبني. كنت عايز نعمل ايه وانا شايفاك داخل بمراتك قدامي؟ ما فكرتش انا هحس بايه؟ نار جوايا ما بتطفيش ولا بصتها ليا، اكنها عايزه تكدني. اسكت انا بقى واغل في نفسي؟ رحت كيدها زي ما هي بتكدني. طب خلاص خلاص اهدي بقى. انا بس كل اللي طالبه منك انك تفكري في الحاجه كويس قبل ما تعمليها. اهم حاجه قبل ما تعمليها. امال هتعملي فيها ايه بكره بعد ما المأذون يكتب كتابه؟ بكره هنكتب كتابه. على فكره انا كتبت الفيلا دي باسمك، ايه ده اتجوزنا؟ بيتهيألي بقى انك انت ما عندكيش اي وقت غير انك تركزي في فرحتك بكره وبس. صح مبروك يا حبيبتي. وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله واجله، وعلى الشهود الحاضرين، والله خير الشاهدين، زواج مبارك ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك حبيبتي. مبروك. يا صباح الفل. صباح الورد. تصدق أول مرة أنام والبيت تمر ومش جنبي. لا طب ما جبتهاش ليه؟ كانت تنام في النص. صدق إن أنا مش فاكر إمتى آخر مرة صحيت فيها وأنا مبسوط ومرتاح البال كده. وأنا والله يا طارق أول مرة أنام وأنا حاسة إني مطمنة كده. طول ما انا جنبك عاوزك تطمني. اوعي تخافي من اي حاجه ولا من اي حد. لولو انا ظهرك وسندك. بحبك يا طارق. وانا بعشقك يا احلى ما شافت عيني. يلا بقى تعالي نقوم نحضر شنطتنا علشان نحضر لك شهر عسل هتحلفي بيه. نفسي اشوفك بفستان الفرح. ايه الجنان ده؟ فستان فرح ايه اللي عايز نقيسه؟ طب طالما كده بقى كمل جميلك واعمل فرح كبير واعزم فيه كل الناس. لولو احنا متفقين. ماشي هقيسه عشان خاطرك، مع اني لسه مش بالها موضوع ان احنا متجوزين في السر ده. Thank you.
شكلنا اهبل قوي، احنا لابسين عريس وعروسه واقفين في وسط الاوضه كده. عارفه؟ حلوه، عارفه، عجبتني. كويس برضو انك انت تبقي عارفه. انا مبسوطه، وانا مش عاوز حاجه من الدنيا غير انك تكوني مبسوطه. ده وقته من الرزل ده. ده وقتك يا نيال. مصيبه يا طارق، لولو سربت خبر جوازكم، والخبر خلاص بقى ترند على السوشيال ميديا وكل البرامج والمواقع بتتكلم عنه.